طيب الكونفدرالية قبل ما نروح للمنتخب المصري كده الكونفدرالية ونتكلم برضو عنه شوية. قوية جدا وفرق قوية جدا، يعني ما تشوف المجموعات كده وتشوف ماتش امبارح بتاع اهلي طرابلس وبيراميدز. بيراميدز رغم انه خد خبرة والسنة اللي فاتت كان خرج من السيمي الفاينال، قبلها وصل فاينال وعمل نتائج هايلة، لكن وجد صعوبة، يعني كان مغلوب 1-0 في الشوط الاول وبعدين سجل هدفين في الشوط الثاني وفاز 2-1. فاهلي طرابلس فريق قوي وعمل عرض طيب رغم كل الظروف طبعا، وكان صحيح. الدوري عندهم لفترات مش منتظم كل الامور دي. معاهم الصفاقسي، الصفاقسي كسب بضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة أو في الوقت بدل الضائع مع زاناكو الزامبي، يعني هتقول إنه بيراميدز والصفاقسي ربما يكونوا الأكثر حظوظا، لكن أهلي طرابلس اللي هيستقبل الصفاقسي الماتش الجاي لو كسب ممكن المجموعة تقلب. ماتش فاصل بالنسبة للأهلي الليبي. الأهلي الليبي طبعا لازم يعمل نتيجة إيجابية. تيجي للمجموعة التانية، فيها الاتحاد الليبي أورلاندو وشباب الثورة الجزائري وليبارتس. يعني هقول لك انه الاتحاد الليبي فريق قوي، هو بطل الدوري في ليبيا. اورلاندو فريق قوي بتاع جنوب افريقيا، وشباب الثورة برضه هيخش معاهم في المنافسة. مجموعة المصري، المصري الماتش الجاي هيقابل مازيمبي، ومازيمبي طبعا فريق يعني طبعا ما قل بقاش عن زي الاول، الأول برضه. ما بقاش زي الاول، ورجل الاعمال او الملياردير مويس كاتومبي رئيس النادي برضه يعني النواحي الماليه عنده ممكن تكون قلت شويه، النواحي الماليه انت عارف بتفرق. طبعا. والنهارده الازمه الماليه موجوده في انديه كتيره جدا في القاره على مستوى كل الانديه، يعني رجاء كان في ازمه ماليه، ده الافريقي بسبب كان في ازمه كورونا ولا ماليه، حاجات تانية؟ لا كذا حاجه. اولا موضوع عقود اللاعبين، الاحتراف، الكورونا طبعا، والدخل. الرعايات اصل قلت. في مشكله، انت عندك حاجه ميزه موجوده وانا قلتها قبل كده واقترحتها مثلا في نادي الزمالك وفي النادي الاهلي طبعا، مش موجوده في العالم العربي غير في انديه محدوده جدا. الحاجه دي ان انت عندك النادي بتاعك نادي رياضي واجتماعي، فمن خلال موضوع ان انت نادي الاشتراكات اجتماعي بتقدر تستقطب كم كبير، ومن خلال تفكيرك تقدر تعمل افرع كثيره. يعني النادي الاهلي عمل تجربه ناجحه الحقيقه لما خد فرع في تجمع الخامس وفرع في الشيخ زايد وفرع في القاهره الجديده وفرع مدينة في نصر. الصعيد. انت النهارده عندك نفس الفكره، انت ما عملتش ده لان انت داخل على مرحله فيها نفقات رهيبه، وانا الحقيقه طلبت بده في اكتر من برنامج، يعني لازم تعمل الخطوه دي، تاخد قطع اراضي في اماكن محدده، الزمالك جمهوره واعضائه بالملايين على صحيح. مستوى مصر وسهل. يعني انت النهارده هتقولي طب اللي في الشروق ما ممكن يبقى عضو ويجي نادي، لا هقول لك ده من الشروق لنادي الزمالك بتتكلم في 60 70 كيلو، صعب جدا صحيح. حد مثلا في موجود في العاشر من رمضان وانت عملت فرع مثلا هناك وخدت قطعه ارض، بتتكلم في كل المنطقه اللي هي بتاعت مدينه او محافظه بدر الشرقيه وبالبيس والعبور والحاجات دي، لما بتتكلم مثلا في الجهه الاخرى اللي ممكن تاخد في العاصمه الاداريه تاخد في، يعني في هو اراضي كمان الزمالك كثيره هيبدأ خلاص هو قريب في اكتوبر. لازم. بس انا ليا رجاء، يعني هي بالورق والقلم، هو الاهلي عمل حاجه كويسه جدا، الاهلي عمل حدد الاسعار بتاعته. الاهلي مثلا اشتراكه الجزيره ب 750 الف، وعمل الافرع الجديده ب 250 الف. حاول انت لو عملتها ب 200 الف كل 5 اسر بتشترك عندك في الفرع الجديد بتدخل لك 1 مليون جنيه، 50 اسره تدخل لك 10 مليون، 500 اسره وده امر سهل، 500 اسره شوف تدخلك كام، تدخلك 100 مليون جنيه، 100 مليون جنيه صحيح. وهكذا. شوف بقى لو عندك 4 أو 5 أفرع. فأرجو إنه المجلس الجديد يكون عنده هذا التحدي، وإنه يكون في مبالغ جيدة وسهل، أنت داخل على مناطق جديدة وفيها مستويات ممكن جدا إن هي يعني تقبل بسهولة جدا على الاشتراك. هما بقى مرجع تاني بقى عندك لشمال أفريقيا أو لمعظم الأزمات الأندية ما المالية. فيهاش ده، ما فيهاش ده، فهو بيعتمد على إيراد المباريات، ولو جاب معلن المعلنين برضو ما عندهمش نفس القوة اللي موجودة هنا، فبالتالي بيواجهوا أزمات عنيفة جدا. الأفريقي جمهوره وقف معاه وقفة كبيرة جدا عشان يخلصوا من أزمته. الصفاقسي عمل نداء الأسبوع اللي فات وحملة لبداية الخروج من الأزمة المالية. النجم الساحلي عنده أزمة مالية. صحيح.
الرجاء كان عنده أزمة مالية، بس حسب كلام الاتحاد الافريقي ان الموسم اللي جاي الانديه اللي عندها اللي عليها عقوبات او عندها ازمات ماليه مش هتدخل، فده معناه ان بتتكلم في عدد لا باس به من الانديه ممكن هتحصل مشاكل كتير جدا. لانه المصروفات بقت باهظه، تكاليف الاحتراف بقت شديده جدا، المقابل اللي انت عشان النهارده تلاعب بيجدد يعني مئات المرات عن زمان. مئات المرات، يعني انا هقول لك بفتكر واحنا صغيرين كده كتب خبر انه الزمالك عمل عقد احتراف لفاروق جعفر وحسن شحاته وطه بصري وعلي خليل، عقد احتراف كان حاجه تعتبر جباره. كان بقى بكام بقى؟ 150 جنيه راتب 150 جنيه. اعتقد انه برضه بعد كده انا بقى قريت الاحتراف بتاع الكابتن احمد رمزي وكابتن اسماعيل يوسف وكابتن شبيه كان 45,000. كان يعني برضه كابتن رضا عالي اختلافه، ما ترجع للقصه بتاعت الكابتن رضا عبد العال. يعني كان 25,000 وحب يخليها 55 باين او 50 او 45 يعني ما كتير بقى تقعد تسمع الـ الارقام وتتعجب يعني صحيح.